بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد اقتضت سنة الله عز وجل أن يجعل لكل أمة من الأمم ولكل ملة من الملل أن يجعل لها أعيادا تستقبلها بالبشر والحبور، تستقبلها وهي تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليها أمثال هذه الأيام باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. وقد شرع الخالق عز وجل الأعياد لحكم سامية، لمقاصد عالية، شرعها لتكون ترويحا عن النفس الإنسانية، لأن الإنسان منا يحتاج إلى الراحة بعد العمل، ويحتاج إلى السرور بعد الحزن. وفي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. شرع الله عز وجل الأعياد لتكون فرصة للتزاور وللتلاقي وللتراحم ولإدخال السرور على قلوب الناس. والله عز وجل ما أوجدنا في هذه الحياة إلا لكي نتعارف ونتعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليعرف بعضكم بعضا لكي نتزاور. وهذه الزيارات من شأنها أنها تقرب بين النفوس، تقرب بين القلوب، تزيل الأحقاد، تزيل الخلافات، تغرس المحبة في المشاعر وفي الأفئدة. وهذه المحبة لها أثرها الطيب في الدنيا وفي الآخرة، لا سيما عندما تكون محبة خالصة لوجه الله عز وجل. إن من عباد الله ناسا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمنزلتهم من الله. قال قائل: صفهم لنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، فوالذي نفس محمد بيده، إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى، قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شرعت الأعياد لكي نقدم العون للمحتاجين،
لكي نقدم المساعدة للبائسين، لكي نمد يد الإحسان إلى الفقراء والمساكين. هذا التعاون يؤدي إلى المحبة والمودة وإلى رضا الله سبحانه وتعالى. وقد بشر الله سبحانه وتعالى الذين يقدمون العون لغيرهم والمساعدة لغيرهم، بشرهم بأن أجرهم يكون مضاعفا، كما قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن الأعياد تزداد بهجة وتزداد سرورا عندما يفتح الإنسان منا عينيه فيرى أبناء الأمة يعيشون في أمان، يعيشون في سلام، يعيشون في رخاء، عندما يراهم يبنون ولا يهدمون، يعمرون ولا يخربون، يصلحون ولا يفسدون، يتعاونون فيما بينهم، تكون عندهم الغيرة على مصلحة الأمة التي يعيشون فيها. إذا وجدوا أزمة من الأزمات حاولوا أن يفرجوا هذه الأزمة لا أن يزيدوها تعقيدا. هذا شأن الأمم العاقلة الرشيدة الحكيمة التي يكثر فيها عدد المخلصين، يكثر فيها عدد الذين يتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، يكثر فيها عدد الذين يعطون أكثر مما يأخذون، يكثر فيها عدد الذين تكون قلوبهم حانية، تكون مشاعرهم نقية، تكون عقولهم سليمة، تكون نفوسهم محبة للخير وغيورة على مصلحة أمتها. والله سبحانه وتعالى هو القائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهو القائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إننا في هذه الأيام المباركة ونحن نستقبل عيدا دينيا نقدم خالص التهنئة إلى الشعب المصري الكريم، كما نقدم التهنئة أيضا إلى السيد الرئيس محمد حسني مبارك، داعين الله سبحانه وتعالى بقلب سليم وبلسان صادق أن يعيد الخالق عز وجل أمثال هذه الأيام على مصر وعلى الأمة العربية وعلى الأمة الإسلامية، بل وعلى العالم أجمع، أن يعيد أمثال هذه الأيام علينا جميعا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. ونقول للجميع: كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.